كنا رايحين نرهنوا السياده تاعنا. هو تذكر هذه الامور، وهذه الامور هذه حقيقيه نعرفوها كامل، خاطر كاين واحد الناس يقول لك كنا عايشين لاباس قبل 2019. هاد الناس شكون هما؟ هاد الناس الناس اللي دارت الثروه كي كان القانون يسمح بالنهب، لان القانون داروه الناس اللي فوقه، الناس خيطت قانون على حساب مصالحها، الناس قدرت تكون احتكارات باسم القانون. الناس هادو كانوا حاسبين الجزائريين عايشين عندهم، خدامين عندهم. ما كان لا عداله اجتماعيه، لا عداله، لا اقتصاد، لا شيء. كان بترول دخلت دراهم كبار للبلاد، ودراهم هادو الكبار دخلوا الجماعه، برك الجماعه اللي خرجت اموال الشعب خرجتها للخارج. حنا هنا كانوا دايرين خدامين، دايرين الجزائر ورشه، والفائده تاعهم في الخارج. هذا الشيء لازم يحبس ولا ما يحبسش؟ لازم يتوقف. الافلاس، كيفاش رئيس الجمهوريه تكلم على حال الافلاس اللي كنا فيها؟ هذه كامل حنا نعرفوها. وتذكر انه انا ذاك الحكومه قالت قبل 2019، رئيس حكومه السابق قال رانا في افلاس، ما عندناش اموال باش نخلصوا لي فونكسيونير، مقوله شهيره. صحيح. وراحوا لابلون شابيي طباعه الاوراق النقديه، اللي هي خلق ثروه مزيفه وثروه اللي اليوم مازالها مديونيه داخليه، مازالها تهدد فينا. نعم. علاش هذوك ثروه؟ لانها اثرت على راهي في السوق السوداء. هذوك الاموال 50 مليار دولار يا سي محمد، ماهيش نابورت كوا او ما يفوق 50 مليار دولار اللي خدمناها، اللي طبعناها، هذه اللي باينه اللي طبعناها، راحت للناس. ودرك راهي في السوق الموازي، النص منها راه في الخارج، النص الاخر في السوق الموازي. واش راهي دير هذه الاموال في السوق الموازي؟ راهي تخلق لك اضطرابات في السوق، تخلق لك ندره، تضخم، تاثر لك عند السوق، تلعب لك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فهمتني؟ دونك ها وين كنا، ها وين جينا. رئيس الجمهوريه كان دار تصحيح لواحد الرقم مهم، بالك الناس ما انتبهتش، تكلم على اليوم رانا في 70 مليار دولار، وماهوش 85 كما قال وزير الاول واحد اليامات. هذا التصحيح، يعني الرئيس حتى احنا لو ماركينا كان يتكلم ما يخزرش في الورقه تاع الخطاب، كان يتكلم مباشره، ما كانش يخزر في الورقه. نعم. لماذا؟ كي تكلم مباشره تكلم بعفويه وبصدق، وكان ملما. نقائص، كاين نقائص. سياسة. لا لا، نتكلم لك عن النقائص قبل ما تنحي الكلمه. النقائص واش هي؟ تكلم عليها رئيس الجمهوريه. انا نجيك النقائص، نجيك النقائص. إيه. لا لا، نتكلم في هذه، في هذه نقول لك نحطها جوست مع الايجابيات اللي تكلم عليها، وحنا ما نقدروش نكروها. من النقائص واش هي؟ الاضطرابات اللي كانت في السوق، الاضطرابات وفسرها منين جايه، هذه تدخل في النقائص. النقائص واش هي؟ انك في توزيع بعض مواد الاستهلاك كاين فيه خلل، والخلل هذاك لازم تسيب المسؤولين تاعو. رئيس الجمهوريه ما قالكش راهي الامور كامل اللي مشات، ما قالكش درنا انجازات ومعجزات، قال لك كاين وين تحققنا 80% من الاهداف في النقائص. كاين مواد غذائيه ما قدرناش نتحكموا في التوزيع، ولكن بالمقابل كان الدور الاجتماعي للدوله غطى هذه النقائص، غطى التضخم، تحكمنا في التضخم، قدرنا 2,100,000 انسان جزائري اللي هو عاطل عن العمل لحقنا له اون انديمنيتي. فهمتني؟ هذه الامور لازم نتكلموا عليها. نزيد لك في النقائص، نقائص غياب الدبلوماسيه الاقتصاديه ما عاونتش الجزائر انها تبلغ للعالم قانون الاستثمار الجديد اللي هو مخلص وصح، فيه امور صحيحه.